السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين الكاف، يعني وين يتجه لسحب تنظيم كاس افريقيا لفوتسال من الموزمبيق والمغرب، مرشح لاستضافة الحدث بكل قوة. ان شاء الله يدوها المغاربة خاطر لا يستاهلوها. منتخب المغربي لفوتسال وراه يشرف في افريقيا، يشرف في افريقيا، يستاهلوا ينظموا عندهم حتى كاس العالم 2026، وين يستاهلوا ينظموا عندهم فانيك، يعني ما 26 ولا 27 يستاهلوا باش ينظموا في المغرب. هذه هي كوب دافريك تاع الفوتسال تتنظم عندهم، يستاهلوها. وراهم يشاركوا، راهم يشاركوا في كوب دي موند، يعني في الكوب دي موند ثاني هذا الخطره غادي تبدا البانتويت وقيله تبدا السويته تبدا البانتويت وقيله غادي يبداو البانتويت نورمال. متى يبداو انت هذا باش وقيله يبداو البانتويت يستاهلوا فانيك نورمال عادي، علاش لا يستاهلوا ينظموا، خاطر على راهم في الواجهه في الرياضه، راهم في الواجهه. حنا 6 سنين حنا مولين، راهو 6 سنين حطموا كلش. عصابه هذه، عصابه اللي كانت حاكمه نورمال تاع كره القدم، هذه عصابه تاع سيدي موسى، هذه يا نورمال يطحنوهم ريجيتي هذو من الجزائر، ريجيتي مكاش كاع. انا نقول لكم ناس خدمت، حنا رجعنا الراوي كيما رفيق واحد داير واحد قال لك حرقوا ديزاربيت باش يطلعوا ديزاربيت في لافريك، هنا في الجزائر حرقوا ديزاربيت باش يطلعوا ديزاربيت في لافريك. ومن بعد يجي يقول لك داروا لنا مؤامره، محصلين دائما في المؤامره، يعني الفساد تاعهم خازنينه مور مؤامره. كيما ربحنا موزمبيق ما سمعنا لا مؤامره لا ملعب لا حمى لا والو، سمعنا غير لي قالي 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 في الخساره. تسمع يجيبوا لك السحارات موتي في ايبورسي يجيبوا كلش. حنا نشوفوا برومي ماتش تاع كوب دافريك، دوزيام ماتش مع بوركينا فاسو، تروازيام الى فتنا بصح الى الماتش الاول شاهدنا اللعب ندبروا كاش واحد من الكوت ديفوار ميت هنا في الجزائر يطلع يقول لك اودي هدونا وداروا لنا ولاو يشوفوا فينا ترافيرس، يعني يا صوالح وبنترو لوتير بالكحل تحصلوا فيه. وين الكاف يتجه لسحب تنظيم كاس افريقيا لفوتسال من موزمبيق والمغرب، مرشح بقوه لاستضافه الحدث. يتجه الاتحاد الافريقي لكرة القدم نحو سحب استضافة كأس أمم افريقيا لكرة القدم داخل القاعات من الموزمبيق، وحسب ما ذكره الموقع فوتسال يعني مختص في كرة القدم داخل القاعة، فإن الكاف سحب بشكل شبه رسمي تنظيم المسابقة من الموزمبيق. وأشارت مصادر ذاتها أن المغرب يعتبر أقوى مرشحين لاستضافة الحدث والذي كان مقرر تنظيمه في السنة المقبلة، ويأتي ذلك وسط فوضى تنظيمية وسكوت من الاتحاد الإفريقي الذي لم يفصح بعد عن قرار رسمي، وعلما أن المسابقة تعتبر جزء للتأهل نحو كأس العالم أوس باكستان. ويذكر أن المنتخب المغربي يعتبر بطل آخر، يعني آخر نسختين من المسابقة 2016-2020 في انتظار تأكيد من الكاف بخصوص مستقبل المسابقة والبلد الذي سيحتضن الحدث في حال سحبه رسميا من الموزمبيق. شو خطرات على ذيك يستاهلوها باش هما يدوها. هذه هي الله نشوفوا بهم. مدغشقر تحقق الفوز الأول في حقق المنتخب على حساب نظير المنتخب. يا ودي الله يجعل إن شاء الله ليبيا تربح اليوم، الله يجعل ليبيا تربح، يا ربي تربح ليبيا.
يا ربي تربح ليبيا وقاسامة يربح الكاميرون. الله ما يجعل ليبيا تربح وقاسامة يربح كاميرون. فا 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 فا. الله العظيم لا سيدينا. الله سجينا الناس كي تخدم يعني يجيبوا كلش ينظموا كلش الناس تنظم كلش هذه هي تنظم كلش خويا أهدي ما قد غيرك ربحت مدغشقر هاي والله ربحوا هذه هي راك تشوف بس على الكوت ديفوار والله العظيم الله يجعل في الكوب دافريك ما نتلاقاوش كاع بيهم حتى الفينال نتلاقاو بيهم ياه حتى الفينال تلاقاو بيه نروحو الفينال خاطش على قاع الناس هي تهدر غير الكوب دي موند ماهمش يهدرو على الأخرى راهم يهدرو على الكوب دي موند خاطش الناس راهي تهدر على الكوب دي موند كلش من بعد نهدرو عليها هادي تاع الناس تهدر على الكوب دي موند تاع من بعد نهدرو عليها ماشي يهدرو ماشي وقتها أيوا قالت الناس هي مسنية تا 2026 مسنية غير 2026 برك هادي هي الناس مسنية غير 2026 برك سيدي دو كوب دافريك خاطيتهم هما ما عندهم حتى حاجة بيها وما عندهم حتى حاجة بيها يعني إفريقيا الوسطى تفرض التعادل يوم واحد نيل رمز عقاوي رمز عقاوي هذه هي اخويا كل شيء جاي في وقته انا اتمنى ينظموها اتمنى انا اتمنى المغرب تنظم كاس تاع فوتسال كاس افريقيا غادي يستاهلوها علاش لا يستاهلوها من حقهم يجيبوا كلش او يجيبوا كلش عندهم عندهم الحق انتم كنتوا تقولوا بلي لقجع ستانغرو مسيور كنتوا الصحافه تاعنا 2016 2017 كانوا يقولوا فيها واليوم كيفاه اليوم راكم داخلين مؤامره والله لا دقيق المثال مؤامره يوم ينساوها من يربحوها ثم بنتو
صعب مؤامرة ياه، ها ما تزيدوش. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، ومشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.